هاي جماعه، هاي هاي، انا منى التوني. اللعبه اللي جايه هنلعبها اسمها نيو تشويس. نيو تشويس او اختيار جديد. اثناء المشهد المخرج ليه الحق ان هو يزعق ويقول نيو تشويس نيو تشويس. هيلعبها اشرفي وجلال. اول ما المخرج يقول نيو تشويس لازم الممثل ياخد قرار جديد. الجمهور قرر ان المشهد ده هيكون في الطرق. خليك انت كده يا محمود يا اخويا، واقف جنبي بتتفرج وسايبني انا لوحدي عمال بحاول احفر عشان اخبي الفلوس هنا في التراب. قلتلك انا مش بحب اوسخ نفسي في تراب التراب. انت اللي صممت ان احنا نيجي نخبيها في التراب، مع ان انا عندي بيت كبير كنا ممكن نخبيها فيه بكل سهولة. انا مش عايز اوسخ ايدي. انا فاهم يا محمود انك ما بتحبش توسخ ايدك، بس احنا لو خبيناها عندك في البيت واتقفشت احنا الاتنين هنتسجن. نيو تشويس. احنا الاتنين هنروح دريم بارك. نيو تشويس. احنا الاتنين هننزل على نادي الجزيرة نقعد هناك ونشرب شاي. نيو تشويس. احنا الاتنين هنروح نخطب ونتجوز ونسافر على السعودية. وده اللي كان عايزه ابوك، وعشان كده احنا سرقنا الفلوس. انا بجد بحمد ربنا ان انت موجود في حياتي. انا مش عارف من غيرك كنا ايه. هنعمل ايه بجد؟ كنا هنتجوز؟ نيو تشويس. بجد كنا يعني هناكل طماطم اللي بابا زرعها في الجنينه؟ نيو تشويس. بجد كنا هنلبس غياراتنا من غير ما نغسلها؟ نيو تشويس. بجد كنا يعني هنقعد نمسح الارض ونكنس في البيت كده بابا يقعد يشغلنا؟ بجد لا. كويس ان احنا جينا هنا التراب. انا مستعد اعيش هنا، ندفن الفلوس ونخبيها ونبقى احنا بس اللي عارفين مكانها. الفلوس دي هي اللي هتعيشنا وهتخلينا نعمل كل اللي نفسنا فيه. ايوه، وانت ما كنتش بترضى تعمل شغل البيت. انا اللي ايدي شققت من كتر غسيل المواعين، وانت مش عايز. انا اللي ايدي شققت من كتر التسليم على اصحابك. نيو تشويس. انا اللي دخلت مركز النادي الاهلي وكسبت الاختبارات. نيو تشويس. انا متضايق قوي دلوقتي. انا حاسس بالذنب لاني سرقت الفلوس دي من بابا. دراما 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 دراما. هنقعد كل ما نعمل حاجة غلط نعمل عليها دراما. ايه المشكلة؟ هي مش الفلوس دي هنستمتع بيها؟ بجد ايه المشكلة؟ مش الفلوس دي ممكن تعيشنا هنا ملوك التراب دي كلها؟ نيو تشويس. مش ممكن تخلينا هنا ميتين في التراب؟ نيو تشويس. مش ممكن تخلينا هنا ناكل الشهد؟ نيو تشويس. اقسم بالله هفتح كشك هنا همرمط شرف العيلة. هخلي الميتين يطلعوا من ترابهم ييجوا كده يشوفوني يدوخوا. ماشي؟ اقسم بالله يا محمود، اقسم بالله لو هتقعد تعمل لي كل اللي بتعمله ده وتقعد تزعق لي كده تاني لا هتبقى اخويا ولا هتعرفه. محمود. ها؟ انت اول مرة في حياتك تقول فكرة كويسة. نيو تشويس. انت تاني مرة في حياتك تقول فكرة كويسة. عايزين نفتح الكشك ده هنا في التراب. انا فاكر زمان لما كنا في ثانوي كنت عايز تفتح بلاي ستيشن، بس تمام خلينا نفتح هنا كشك في التراب فعلا بالفلوس اللي معانا، ونبدا بقى نشتغل انا وانت ونعيش عيشه نظيفه، ونعتبر ان احنا كفرنا بالفلوس اللي سرقناها دي ان احنا هنبدا ناكل من اكل عيشنا بجد. يو تشويس. ان احنا هنبدا نتعرف على بنات التراب هنا ونتصاحب عليهم ونخرج معاهم. ايوه بجد. انا اول ما جيت هنا شفت بنت الحانوتي اللي كان قاعد في البيت اللي هناك دوت اللي نيو تشويس. البنت اللي قاعده هناك اللي رابطه المنديل على راسها دي، بص بجد، بص بتغمزلي ازاي. انا عمري ما شفت جمال كده في التراب. نيو تشويس. انا ازاي ما كنتش واخد بالي من اللي انا شايفه ده. نيو تشويس. انا ازاي؟ دي عمتك وفاء. نيو تشويس. دي جينيفر لوبيز. نيو تشويس. ايه ده؟
الفور كاتس هنا في الطرف. نيو تشويس. ياه دي واقفة بتمسح لوحة الموناليزا. ايه اللي جاب لوحة الموناليزا في الترب؟ البلاة اللي انت اديتها لي بدأت تشتغل. هاتسي.